إذا وقع بك ابتلاء لا قدر الله فإنك سوف تخير بين أربعة أبواب، ولك حرية الاختيار، تدخل من أيها شئت. الباب الأول خفيف يسهل فتحه، ولأنه سهل الفتح فإن أغلب الناس يدخل منه، وهو باب والعياذ بالله التسخط على الابتلاء والجزع. باب الثاني باب ثقيل لا يفتح بسهولة، ولهذا أغلب الناس يعرضوا عنه، ولكنهم لا يعلمون أن بعد فتحه والدخول إليه فإن ألم الابتلاء سوف يخف. أنا لا أستطيع أن أعدك أن الألم يعني من صدرك سينقطع، لا أقول لك أن تعب الابتلاء سينتهي، لكنه سيكون أخف، أخف مما لو أنك اخترت الباب الأول باب التسخط على القضاء والقدر. بالمناسبة هناك باب ثالث أثقل من باب الصبر وفتحه أصعب، والصراحة أن الذين يختارون دخول إليه أقل، ولكن الفرق أن الذي يدخل منه يكون إحساسه بشدة البلاء أقل من الذي يختار الدخول على باب الصبر، لأنك ستجد بعد هذا الباب هدوء سكينة قبول، فتصبح نفسك مطمئنة بعد هذا الباب. بابه حديد، الباب هذا بابه حديد ومفتاحه جريد، يعني مثل ورق، بابه حديد ومفتاحه جريد. ما هو هذا الباب؟ إنه يسمى باب الرضا، أن ترضى عن الله. إنه قدر عليك الابتلاء، طيب ما الفرق بينه وبين الصبر؟ يعني صاحب الصبر يحس بألم الابتلاء، وصاحب الرضا أيضا يحس بألم الابتلاء، لكن الفرق أن الصابر كاره لألم الابتلاء، يتمنى زوال هذا الألم، أما الراضي فهو ليس بكاره لألم الابتلاء. قد يقول قائل كيف يجتمع ألم الابتلاء مع الرضا؟ لا يمكن. نعم الصبر على ألم الابتلاء مفهوم، لكن أن يرضى بألم الابتلاء كيف يمكن أن يرضى بألم الابتلاء؟ طبعا ممكن، نحن نفعل نفس الشيء في حياتنا عموما. ألسنا نحن نذهب للطبيب ونترجاه أن يعطينا حقنة لنرتاح من المرض، مع أننا نكره ألم الحقنة تؤلمنا لكن قابلون تماما بها، بل ندفع فيها أموال. ماذا يسمى هذا؟ يسمى رضا طبعا. إذن يمكن أن يجتمع الرضا مع الألم، وأصحاب هذا الباب باب الرضا أصحابه متميزون يوم القيامة. تدري بماذا يمتازون؟ يمتازون بأن الله تبارك وتعالى يعطيهم ما هو أغلى من الجنة، وأغلى من الخلود في الجنة، وأغلى من أنهار الجنة، وأغلى من المساكن الطيبة التي في الجنة، أغلى حتى من الخلود في الجنة. استمع استمع ماذا قال ربنا سبحانه في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. يعني أن رضوان الله تعالى أكبر من كل ما سبق، ذلك هو الفوز العظيم. هي والله فوز عظيم، فعلا فوز عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من رضي بالبلاء فله رضا من الله تبارك وتعالى. سبحان الله، لاحظ العدل، من دخل باب الصبر وجد الأجر، من فتح باب الرضا أعطاه الله الرضا، والجزاء من جنس العمل. طيب ماذا بقي؟ هل فعلا هناك مرتبة أعلى من هذا كله؟ نعم، يوجد باب رابع، يعني أفضل من الصبر وأفضل حتى من الرضا. نعم أفضل من الصبر وأفضل من الرضا، أصلا هذا باب نادر لا يدخل منه أي أحد. إذا كنت أنت من أهل هذا الباب فهنيئا لك، أغلق الباب عليك، أنت في الأدوار العليا. طيب ماذا يمكن أفعل أكثر من أني صبرت على البلاء وزدت على ذلك أني رضيت بالبلاء؟ الأعلى أعلى شيء والأرقى أرقى شيء أن تشكر الله تبارك وتعالى أنه أعطاك هذا البلاء، فتصل إلى مرحلة تشعر بالفرح بسبب هذا البلاء. قد يقول قائل لا هذا خيال واسع، لا يوجد هذا الشيء على أرض الواقع. من قال لك ذلك؟ ما رأيك أن أضرب لك مثالا على نفسك؟ الآن لو فرضنا أن مديرك بالعمل قال لك هناك تعليمات جديدة، أنه إذا أتاك مراجع وشد معك بالحديث وآذاك بالكلام فإننا سوف نعطيك نصف راتب زيادة في نهاية الشهر كتعويض، وحتى لو حصل ذلك الأمر مرتين في الشهر فإننا سنعطيك راتبا كاملا زيادة على راتبك، قرار جديد. ما سوف يحصل لك بالعمل في اليوم التالي؟ ألن تفرح إذا شد معك أحد المراجعين بالكلام؟ والله نفرح، بل نحزن إذا ما شد معنا أحد. ما الذي تغير؟
لماذا في السابق كنت تتضايق والآن بعد القرار الجديد أصبحت تفرح؟ بسبب اليقين الذي عندك أنك سوف تحصل في نهاية الشهر على راتب. الراتب هذا أهم بكثير من المراجعين ومن كلامهم. وإن شئت فانظر اليوم إلى الذين يفرحون في وسائل التواصل الاجتماعي أن فلان شتمهم لكي يرفعوا عليهم قضايا ويحصلوا على تعويضات بالآلاف. طيب ولله المثل الأعلى، الله تعالى وعدنا بتكفير الذنوب والحصول على الحسنات عند الابتلاء، فإذا حصل هذا الابتلاء فإن فرحنا بالحسنات أكثر من فرح الموظف بالمال، فإن المال للدنيا وما الحسنات فهي للآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.